الرسن 19/7/2012 نزوح الأهالي من مدينة الرسن جراء القصف العنيف على مدينة يا خيول. احنا نازحين نازحين، وين نروح بغرابنا؟ فرج القبرة، فرجي 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 فرج، صور صور بعد غاد بعد غاد سال قبرة فرج يا أبو متين فرج. والله يا بشار الكلب، والله أنا أول واحدة مستلحة وجاي توك يا بشار الكلب، والله أول واحدة مستلحة، والله جايينك زحف بإذن الله يا بشار يا كلب. وين نازحين هلا؟ طيب والله يا خالتي وين باب ومتعب؟ بدي يبعت لنا شويه خيام نسكن فيهم بالجبانه اللي عم يضربوها، طلعوا الميتين من الجبانه، الميتين عندنا طلعوا من الجبانه، من القذائف كلها طلعت وطارت الميتين. بركي اللي احنا بنروح نسكن هناك، يا منموت يا ما بعرف شو بدي يصير فينا. عم نستنى ابو متعب يبعت لنا شويه خيام، بعت لنا الرجاء منك، عالمنا كله برا، بعت لنا شويه خيام، ما ضل حدا بالرستان. انتم انبسطوا يا عرب، ها انبسطوا روحوا كيفه انبسطوا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله.